هاني السمري على التليفون يا فندم. حاولوا لي انا بقول. اعمل لي قهوه. الو ايه يا ابني انت فين؟ انت واخدين عليك. انا لسه راجع من شرم. شرم؟ عدت اياها؟ حدوته طويله بقى لما اشوفك انا بنتكلم فيها. هو ابراهيم جوه؟ مش عارف، هو قال انه هيسبق. على مو انا عامل مفتاح. انت لسه معاك مفتاح؟ ما انت عارف يا ابراهيم كل ما غير الكالون لازم يعمل لي نسخه. وليه ما بلغتش؟ ما انا بلغت وما عرفوش يوصلوا لحاجه. خلونا في المصيبه الكبيره اللي انا فيها، انا هقتل. انت اتجننت يا ادهم؟ قتل ايه؟ كل اللي بيحصل ده مش عايزني اتجنن؟ كل اللي بيحصل ده طبيعي يا ادهم. طبيعي؟ طبعا طبيعي، كل ده سب كونشس. سب كونشس؟ طبعا لا وعي. وايه اللي دخل لاوعي في انه يحرك القشرات ويروح لكلام بيحصل حقيقي؟ مريم مثلا، ايه الفكره طول الوقت مسيطره عليها؟ ايه؟ علاقتها بابراهيم والتوتر اللي حصل لها في الفترة الأخيرة خلاها تحس إن هي قربت، فأكيد هتتألم، عشان كده كانت بتزوق القشرات من غير ما تحس الكلام مسيطر على عقلها الباطن. طب وفريدة؟ وفريدة كمان سايبة أبوها تعبان، والدكاترة كلهم بيقولوا إن حالته خطيرة، فطبيعي الفكرة اللي سيطر عليها هي فكرة الموت والوداع، علشان كده برضه زقت القشرات من غير ما تحس الكلام شبه كده يعني. طب وأنت؟ كنت حاطط في دماغك إن هيتنصب عليك؟ طبعًا لأ. وافتكر كويس إن اللي كان حاطط إيده على القشرات فريدة ومريم، وأقطع دراعي إذا ما كانت واحدة فيهم شايفة سارة دي نصابة. طب وانا؟ ايه حكاية القتل دي؟ برضه أونطة، واحد زيك ايه اللي يخليه يقتل؟ أنت كنت بتفكر في حاجة تتعلق بالقتل؟ أنا؟ لا لا أبداً. رحتوا فين؟ أنا هتجنن يا جماعة، هتجنن. إيه ده كده بس يا أدهم ونتكلم بالراحة؟ أنا عايز أهدى أتكلم بس سيبوني في حالي. قتل ايه بس؟ انا اقتل؟ ازاي؟ ده انا لو شفت دم يغمى عليا انا لا يمكن اقدر اعمل كده. انت بتكذب. انت طول الوقت في احلامك بتقتل. احلامي؟ ايوه احلامك. انت هتكذب على نفسك؟ افتكر كويس ولو اني متاكد انك فاكر. بس ده مش معناه اني ابقى قاتل. امال اللي بتحلم بكده؟ حلم. يعني تمنيت تقتل؟ حلمت بس. ما الحلم تمني. تنكر انك حلمت تقتل ناس تانية كتير؟ شفت؟ ما قدرتش تنكر. عمرك ما شكيت في علاقة فريدة بهاني؟ اسكت، ايه التخريف ده؟ مش جايز من اعجابها طول الوقت بمغامراته اللي انت حرمتها منها تكون حاولت تجرب معاها مغامرة وانت عارف هاني ما بيعتقش. اسكت، بقولك اسكت. مش يمكن نثبت انها ما اتجوزتش واحد زي هاني فاكك وما عندوش عقد؟ اولا انا ما عنديش عقد، وحتى لو كان ده ايه علاقته بالقتل؟ يا سلام، عايز تكذب على نفسك وتفهمها ان عمرك ما حلمت تقتل فريدة او تقتل هاني؟ تقدر تنكر ده؟ كفاية، ارجوك كفاية. ادهم انا داخله انام، عايز حاجه؟ اقتلها. بتعمل ايه؟ ادهم لا يا ادهم. مالك يا ادهم؟ لا مفيش حاجه. طيب عايز حاجه؟ لا متشكر، تصبح على خير وانت من اهلك.